بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة مدراء الإدارات وموظفي قطر الخيرية، الأخوة الصحفيين ومندوبو وسائل الإعلام المختلفة، السيدات والسادة الحضور، طالباتنا المتميزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي الذي تقيمه قطر الخيرية لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة رفقاء لرعاية الأيتام. مما لا شك فيه أن أعداد الأيتام تتزايد بشكل مستمر في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة في شتى أنحاء العالم، مما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأطفال الأبرياء في كل مكان. ومن هذا المنطلق تعلن قطر الخيرية اليوم عن إطلاق وتفعيل المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لمبادرتها رفقاء لرعاية الأيتام ولمضاعفة عدد مكفوليها خلال السنوات المقبلة بإذن الله تعالى، إضافة إلى التوسع في نشاط رعاية الأيتام في كافة المجالات التعليمية والصحية والتدريبية والمهنية والمعيشية بشكل عام، بغية إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية لخدمة نفسه ولخدمة مجتمعه، والاستشعار فضل رعاية وكفالة اليتيم ولما لها من تأثير إيجابي على حياة الكافل والمكفول. ولإلقاء مزيد من الضوء عن هذه المرحلة الثانية لمبادرة رفقاء، يشرفنا أن نستمع إلى كلمة من السيد فيصل الفهيده المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للعمليات بقطر الخيرية، فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله ومن والاه، وبعد، فإن كفالة الأيتام مظلة ينعم فيها الجميع بالسعادة، فهي تدخل الفرحة على نفس المكفول وتزيل عنه آثار الحرمان، وتشعر الكافل بالرضا والارتياح، لأنه يدخل السرور على الأطفال والأسر الذين حرموا من الحنان، وتفتح له بوابة مرافقة لنبينا في الجنة، وتحيط المجتمع المتكافل بسياج من السكينة والإطمئنان. ونحن في قطر الخيرية نتشرف بأننا نولي هذه الشريحة اهتماما رئيسيا ضمن خدمات الرعاية الاجتماعية التي نقدمها، كما نفخر ونعتز لأننا خصصنا مبادرة إنسانية تهتم حصرا بقضايا الأطفال والأيتام عبر العالم باسم رفقاء، تم إطلاقها نهاية عام 2013، لتكمل مسيرة جهودنا التي نقوم بها في هذا المجال منذ أكثر من 3 عقود، وذلك بهدف الوصول إلى الريادة في تحقيق التكافل الاجتماعي، وبما يخدم الإنسانية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وخلال أقل من 4 سنوات استطاعت مبادرة رفقاء بفضل الله أولا، ثم بدعم أهل الخير في قطر ثانيا، أن تجعل من قطر الخيرية أكبر حاضنة للأيتام في العالم، حيث رفعت عدد من تكفلهم الجمعية إلى 106,000 يتيم حتى الآن، فيما كفلت في السنوات ال4 الماضية فقط 73,000 يتيم. وما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا الرعاية الشاملة التي نوفرها لليتيم المكفول في الجوانب التعليمية والصحية والتربوية والاجتماعية، والبرامج والأنشطة الترفيهية والتدريبية المخصصة له، والتي تشرف عليها مكاتبنا الميدانية عبر العالم مباشرة، وإنجاز عدد من المشاريع النوعية الكبيرة لخدمة هذه الشريحة، كمدينة الشيخة عائشة بنت حمد بن عبد الله العطية رحمها الله في السودان، التي يستفيد منها 5,000 يتيم، إضافة للعلاقة المتميزة التي تربطنا بالكافل، والتي من خلالها يطمئن عبرها على حالة مكفوله بطرق سهلة ومتعددة، وتيسير عملية استحصال قيمة الكفالة منه. ونظرا للإقبال المتزايد على كفالة الأيتام لا سيما في الآونة الأخيرة، فقد تم إنشاء وحدة اتصالات خاصة بإدارة الرعاية الاجتماعية بقطر الخيرية لتسهيل تواصل الكافل والمكفول عبر المكالمات الهاتفية والاتصال المباشر مع المشرفين المتواجدين في الميدان، مع توفير ترجمة لهذه المكالمات باللغة العربية. إن مبادرة رفقاء بفضل من الله تواصل مسيرتها بخطى واثقة وعزيمة لا تعرف الكلل، تحت شعار رفقاء ويستمر العطاء. وهي بعد حوالي 4 سنوات من انطلاقتها تود أن تعلن لكم ولكافليها وللجمهور الكريم عن اكتمال المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية وتدشين حملة المرحلة الثانية منها اليوم، مستهدفة الوصول إلى كفالة 150 ألف يتيم حتى نهاية العام القادم 2018، مستلهمة العون من الله عز وجل ثم من دعم الخيرين في دولة قطر والعالم، خصوصا في ظل تواصل الأزمات والكوارث وآخرها أزمة الروهينجا. ويحدون الأمل بأننا سنصل للهدف الذي حددناه بتيسير من الله وحسن ظننا الذي لا يخيب في أهل البذل والعطاء في بلادنا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان لكل كافلي الأيتام ولكافة الرعاة والداعمين لبرامج الكفالات ومشاريعها، سائلا المولى أن يتقبل منهم ويكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن تكون هذه الكفالات وأعمال الخير الأخرى سببا لحفظ دولتنا الحبيبة دولة قطر من كل سوء، ودفعا للبلاء عن أهلها، وتواصلا لرخائها وحياتها الطيبة الرغيدة. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للأستاذ فيصل الفهيده المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية. تعتبر مبادرة رفقاء الخاصة بكفالة رعاية الأيتام والأطفال عبر العالم مبادرة إنسانية فريدة من نوعها، تهتم برعاية وتأهيل الأطفال الأيتام عن طريق إعداد وإدارة برامج وقنوات فاعلة تساهم في حل كل إشكاليات العيش الكريم بالنسبة للأيتام المستهدفين عبر العالم. وكترجمة حقيقية لمبادرة رفقاء، فقد تحول حلم الأيتام إلى واقع في السودان كنموذج من خلال مدينة عائشة بنت حمد بن عبد الله العطية رحمه الله. وشكلت مدينة الشيخة عائشة بنت حمد بن عبد الله العطية التي افتتحتها قطر الخيرية في شهر أبريل الماضي إضافة تنموية هامة لولاية نهر النيل بالسودان، وأضفت عليها جمالا بطرازها المعماري القطري الجميل ومساحتها الخضراء ومرافقها الخدمية المتنوعة التعليمية والصحية والمراكز متعددة المهام. وتعد قرية رفقاء نموذجية، مدينة متكاملة تجمع بين مختلف الخدمات وتتوفر فيها مرافق متنوعة تعليمية وصحية وتدريبية، ولا تقتصر خدماتها على سكانها بل تمتد لتشمل السكان المحيطين بها. تضم المدينة 200 منزل وسوقا تجاريا يتكون من 32 محل تجاري وملاعب للأطفال وساحات خضراء وملعبا خماسيا لكرة القدم بالعشب الاصطناعي وعدد من ملاعب كرة السلة والطائرة وكرة اليد وساحة ألعاب الأطفال الصغار مزودة بمختلف الألعاب، بالإضافة إلى محطة مياه متكاملة منتجين مع خزانات علوية لتغذية كامل القرية بالمياه الصالحة للشرب وإدارة أيضا للمجمع، و3 مكاتب إدارية و16 مبرد مياه طبيعي، ومسجدا جامعا بقاعتين للصلاة، واحدة للرجال وأخرى للنساء، ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم مكونة من 4 فصول. للوقوف على ذلك كله نترككم مع فيديو تعريفي عن أهم وأبرز إنجازات مبادرة رفقاء خلال السنوات الماضية حتى يومنا الحالي. رفقاء مبادرة إنسانية تهتم بقضايا الأطفال والأيتام حول العالم عن طريق برامج فاعلة تساهم في مواجهة كل ما يهدد أو يعرض حياتهم للخطر. أطلقت المبادرة بتاريخ 31 من ديسمبر لعام 2013 وتنضوي تحت مظلة قطر الخيرية لتكون الحاضنة التسويقية لرعاية الأيتام حول العالم. أهداف رفقاء: تقديم مساهمات متطورة ورائدة تجاه الأطفال الأيتام، تنشئة وتهيئة الطفل اليتيم بما يحقق الترابط والتكافل الاجتماعي، تقديم المساعدات والحلول للقضايا التي قد تعترض سبيل استقرار حياة اليتيم، توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية والتوعوية داخل بيئة طبيعية سليمة، تغيير مفهوم الكفالة الشهرية التقليدية التي يتلقاها الطفل اليتيم عن طريق تطوير برامج الرعاية المتكاملة. رسالتنا ورؤيتنا: الريادة في تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي في مجال رعاية الأيتام بما يخدم الإنسانية ويحقق التنمية الاجتماعية المستدامة. أهم إنجازات رفقاء: كفالة أكثر من 106,000 مكفول. تدشين مدينة الشيخة عائشة بنت حمد بن عبد الله العطية رحمها الله النموذجية لرعاية الأيتام بالسودان يستفيد منها 5,000 يتيم وأسرهم. تكلفة المشروع 42,200,000 ريال قطري. مساحة المشروع 200,000 متر مربع شمال مدينة الدامر بولاية نهر النيل. وتتكون هذه المدينة من 200 منزل، 32 محلاً تجارياً، 28 مبرداً للمياه، 4 مدارس وروضة للأطفال، 3 ملاعب متنوعة، بئرين ارتوازيين، بسطتين مفتوحتين لبيع الخضار والفواكه، مركز صحي، مركزاً للتدريب، مسجداً جامعاً يتسع ل850 مصلياً، متنزه للأطفال، منظومة للصرف الصحي. أربع مراكز أيتام في بنغلاديش يستفيد منها 2000 يتيم مع أسرهم، منهم رعاية شاملة من المسكن والطعام والشراب والصحة والتعليم والتدريب المهني. مركز دار اليتيمات بهيروب، مركز خبيب بن عدي، مركز قطر للرفاه الاجتماعي، مركز الشيخ حمد بن علي بن جبر آل ثاني. الفوز بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بمجلس التعاون الخليجي عن العام 2015. افتتاح مركزاً للتدريب المهني بإقليم البنجاب بباكستان، ويتضمن سكناً داخلياً ل110 أيتام وبتكلفة بلغت 1,300,000 ريال. توفير فرص عمل لأكثر من 300 مستفيد من الأيتام الذين تجاوزوا سن الكفالة الشرعية في السودان، وهي مبادرة أولى من نوعها تقوم بها منظمة خيرية. تطوير قدرات المكفولين، فمنهم من أصبح كافلاً للأيتام ومنهم الطبيب والوزير والمعلم. زاميرا جريفا، من اليتم إلى التدريس بالجامعة ثم لعضوية البرلمان الألباني. الدكتور حيات الله عتيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة OTED للتدريب والتنمية البشرية في كندا. أحمد عبد المنعم، من يتيم إلى كافل أيتام في السودان. طرق الكفالة: بإمكانك رعاية وكفالة اليتيم بغضون ثوان عبر الوسائل الآتية: رفقاء.com من خلال البطاقة الائتمانية، تطبيق مبادرة رفقاء الذكي على أبل ستور وجوجل بلاي، الخط الساخن 44667711، محصلي قطر الخيرية، الاستقطاع البنكي، المحصل المنزلي، خدمة عبر تطبيق قطر الخيرية، امتيازات المكفول حتى سن 18، خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات تثقيفية، برامج تدريبية، خدمات غذائية، توفير الكساء. الأنشطة والفعاليات: إمكانيات كفالته كطالب علم بعدما يبلغ سن 18، امتيازات الكافل، تقرير تفصيلي بحالة المكفول مرتين في السنة، التواصل مع المكفول مباشرة عن طريق المكالمات الصوتية والمرئية، الحصول على حساب إلكتروني لإدارة عمليات الكفالات وتتبع الاستقطاعات واستعراض التقارير، تقارير فيديوهات، تقارير مصورة، تنسيق رحلات ميدانية لمقابلة المكفول والتعرف على الخدمات المقدمة، حقائق وإحصائيات. كل 3 دقائق هناك 3 أطفال يفقدون أحد أو كلا أبويهم حول العالم. ونفخر بقطر الخيرية وعبر مبادرة رفقاء بكفالة أكثر من 50 يتيم تقريباً في كل 24 ساعة وبمعدل 15,000 مكفول سنوياً. هدفنا خلال عام 2018 الوصول إلى كفالة 150,000 يتيم مع توفير الرعاية الشاملة لهم. إطلاق خدمات إضافية للمكفولين في شتى المجالات. التوسع في نطاق المشاريع الكبرى لصالح أطفالنا الأيتام. بمثل هذه المشاريع ومثل هذه الكفالات، لأن قطر خير وأهلها خير، فهي دائما دفعت بلا عن قطر وأهلها. الله يحفظ قطر وأهلها، قولوا آمين. يشعر المرء دائما بفرحة كبيرة وسعادة غامرة عندما يستطيع أن يحرز نجاحا أو يحقق إنجازا أو أمنية عزيزة على مستوى حياته الخاصة، سواء كان ذلك في مجال التحصيل العلمي أو العملي أو المهني أو بلوغ مكانة أو تحصيل الثروة. لكن ماذا عندما يكون سببا في إيصال غيره من أصحاب الحاجة والظروف الخاصة إلى قمم النجاح والإنجاز، وتذليل الصعاب التي قد تكون عائقا في وجوههم ليعيشوا حياة كريمة موفقة كأقرانهم ويتركوا بصمة تميز في حياتهم. مع فيديو قصير عن قصة نجاح من يتيم من مكفول إلى كافل. في البداية الوالد كان يتوفى عام 1994 وأنا كان عمري 2 سنين. أكبر أخواني كان في سنة 7 ابتدائي، عمره 12 سنة. طبعا الفضل لله أولا ثم للوالدة. الوالدة كانت بمثابة أم وأب في نفس الوقت، يعني كان سادة فرقة الأم، هي أم وسادة فرقة الأب. والحمد لله يعني هي ساعدتنا كثير واجتهدت معنا كثير، في الحمد لله وصلنا في المرحلة اللي نحن فيها الآن. وثانيا الزول برضو ما انسى يعني الجهود بتاعت المنظمة. المنظمة كان دعمتنا، دعمت اخوي الاكبر من اسمه وليد عبد المنعم، وجات دعمتنا انا احمد عبد المنعم. يلا دي كان شوية كده ساعدتنا في انه الزول شنو يحاول يجتهد، يحاول يكون عنده عزيمة على اساس انه في النهاية يبقى حاجة كده يعني يصل مرحلة معينة كده يكون فيها متفوق. والحمد لله الفضل لله ثم للوالد للوالدة وللمنظمة قطر الخيرية. قطر الخيرية وقفت معاي من تقريبا في 3 ابتدائي 4 ابتدائي، يعني عمر 10 سنوات 11 سنة. والحمد لله حد ما تخرجت كان مواصلة معاي، كان كفلاني كيتيم. بعد ما انتهيت كفلت يتيم، كفلتني كطالب علم. والحمد لله يعني بجد الزول ما يقدر ينكر جهود قطر الخيرية في حياتي. أصلا شعور صعب جدا جدا، يعني إنك كونك تفقد أبوك في مرحلة عمرية صغيرة، وبجد يعني أصعب موقف إنك ما بتقدر تقول كلمة أبوي. يعني ممكن تشوف انت اصحابك ورناك يقول لك يا اخي ابوي قال لي، ابوي سوى، ابوي اداني، ابوي كده. لكن وقت انت يعني تقوم كلمة ابوي ما بتكون نطقتها في حياتك، يعني ما تنادي لزول تقول لي يا ابوي. دي بجد يعني موقف صعب كان في حياتي جدا جدا. اخر موقف بجد كان صعب وقت اتخرجت من الجامعة وجينا راجعين بعد الاحتفال. فجيت راجع البيت انا ببكي، ناس البيت مالك بتبكي احمد مالك بتبكي؟ قلت له يا اخ كنت متمني ابوي يكون حاضر اللقطه دي، لانه بجد يعني زول بيتمنى يفرح والده في لقطه زي دي. الحمد لله على كل حال. الله يا أخي الحمد لله. المبادرة كان بدت تقريبا من سنة ثالثة جامعة، كان قعدت مع بعض الزملاء ناقشنا في موضوع إنه كفالة اليتيم، وبجد يعني المعاناة بلقاها اليتيم من فقد الأب ماديا ومعنويا، وحاولنا نقعد مع بعض. وأهم حاجة قلناها كان يا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار شنو بالسبابة والوسطى. ده الحديث اللي قادنا على أساس إنه شنو نقوم بفكرة كفالة الأيتام، وزيادة على إنه يهو الفقد اللي بحس به اليتيم. قلت له يا أخي أنا أحمد عشت كيتيم وعارف إحساس اليتيم، فدايركم أنتم مع بعض نحن نتكاتف، نكون جمعية واحدة، أسرة واحدة، نحاول ندعم على الأقل إن شاء الله يتيم واحد عشان نلغى الثناء ونلغى الأجر، وفي نفس الوقت نكون ساعدنا يتيم وخففنا عليه وخففنا على الأسرة بتاعته. كنا بنجمع في الشهر 3 جنيه من كل فرد، 3 جنيه من كل فرد بنجمعها بنحاول نداها ليتيم يتيمين على الأقل، نخفف عنهم جزء من العبء الموجود في الأسرة. والله بعضهم وصل الثانوي، وبعضهم لسه في الأساس، بعضهم وصل سنة تامنة سابعة أساس، لسه يعني ما لم يبلغ المرحلة العمرية مرحلة البلوغ. كفيلك في اليتيم ده المفروض يكون حاصل على أساس إنه الخير يستمر، الخير ما يقف، ما يكون فقط حصر على الأغنياء. يعني الناس ذوي الوضع الميسور ينفقوا على الأيتام، لا، المفروض أنت كنت يتيم عرفت كيف إحساس اليتيم، كيف معاناة اليتيم، كيف اليتيم بيكون فاقد بجد معنويا أبوه، يكون فاقد معنويا ماديا أبوه. أنت بتحاول شنو زي ما ربنا فتح عليك وأكرمك كده إنك كنت يتيم وناس ساعدوك، أنت المفروض تكرم الناس. الفضل لله ثم لجهود المنظمة إنها دعمتني حتى وصلت هذه المرحلة. قصتي أول حاجة بوصل الأيتام إنه يعني اليتيم لو وصل بقى زول مسؤول وبقى زول كبير ويحمل عبء بتاع أسرة وكده، يحاول على الأقل يخفف عن يتيم آخر. طبعا كل الشكر والتقدير لشركاء قطر الخيرية شبكة الجزيرة على إنتاج هذه السلسلة من قصص النجاح. لاقت مبادرة رفقاء التي أطلقتها قطر الخيرية في الأول من ديسمبر من عام 2013 تفاعلا كبيرا من مختلف المؤسسات، وتفاعلا مع تلك المبادرة تلقت قطر الخيرية في شهر مايو عام 2014 مبلغ 37,000 ريال من طالبات ومعلمات روضة الأرقم، استهدفت كفالة 13 يتيمة في الصومال. وأكدت هذه الأكاديمية الأرقم أو روضة الأرقم في رسالة وجهتها لقطر الخيرية أن مشاركة المعلمات والطالبات جاء تأثرا بالحملة التي أطلقتها قطر الخيرية عبر قناة جيم للأطفال وفعاليات الجمعية الجماهيرية في سويرزون آنذاك، والتي تتوافق مع رسالة المدرسة التي تسعى جاهدة لغرسها في طالباتها لتتكون لديهم الشخصية التي تعتز بموروثاتها القيمية والخلقية قولا وعملا. ونترك الآن المجال مع كلمة لمديرة روضة أكاديمية الأرقم للبنات عن مشروع المدرسة الكافلة السيدة كلسي عبد الجواد، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيوف الأعزاء، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للمساهمة في هذا البرنامج اليوم. يطيب لي وجودي معكم كممثلة لأكاديمية الأرقم. إن الدور المهم الذي تطلع به المؤسسات التربوية في الإيفاء بأهداف ورؤية قطر تتطلب منها أن تعمل على نحو النشط في المجتمعات وفي المبادرات كمبادرة رفقاء لرعاية الأيتام حول العالم. هذا الدور تطلع به أكاديمية الأرقم. ليس ذلك فحسب، ولكنه يشكل الدافع أيضا في مدرستنا. افتتحت المدرسة أبوابها في عام 1996 برعاية السيد محمد اسماعيل العمادي كمدرسة دولية للفتيات، ودورنا توفير تعليم ذو جودة قائم على القيم والمبادئ. إن رؤية المدرسة مرتبطة بتعزيز الفتيات وصقل مهاراتهن والتزامهن بالقيم وتفانيهن بالتميز العلمي وارتباطهن بالبشرية جمعاء. إن العمل مع الفتيات في المدرسة يوفر دعائم أساسية في هذه المجالات المختلفة، ولكن هنالك تحديات وأيضا بركات إذا ما صح التعبير. إن برامج كبرنامج رفقاء يوفر لنا مساحة وفرصة لفتياتنا لكي يساهمن مساهمات ذات مغزى تؤثر إيجابيا على الآخرين في العالم وعلى أنفسهن أيضا، لكي يفهمن أهمية دورهن. أريد أن أشكر الفريق الرائع الذي يعمل في أكاديمية الأرقم لتفانيه، ولا سيما نرمين فتحي المصري لحسها الخلاق وعملها المستمر لتوفير فرص ذهبية لفتياتنا ليساهمن في برامج مذهلة رائعة كرفقاء. جزاكم الله خير. كل الشكر والتقدير للسيدة كلسي عبد الجواد مديرة أكاديمية الأرقام للبنات، ومع كلمة مشرفة النشاط الاجتماعي السيدة نرمين المصري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، لقد كان اعتزازا لنا حضورنا لمشاركة مبادرة رفقاء، إحدى مبادرات قطر الخيرية لرعاية الأيتام حول العالم في انطلاقة مرحلتها الثانية. لقد بدأت مشاركتنا مع مبادرة رفقاء منذ الانطلاقة الرسمية الأولى، وتحديدا في بداية عام 2014. لقد أعجبنا بفكرة المبادرة وأهدافها التي فيها الكثير مما يتطابق مع أهداف وقيم أكاديمية الأرقم للبنات، والذي كان هو الدافع للمشاركة بها. ولكن كيف سنقنع بناتنا في روضة الأرقم بهذه المبادرة، وكيفية المشاركة في كفالة اليتيم في هذه المرحلة العمرية الصغيرة؟ فانطلقنا في حديثنا معهن من خلال شكر النعمة المتوفرة لديهن في لحظة يكن في أشد الاحتياج لها. فمثلا عندما كنا يعدن من تمارين رياضية أو نشاط بدني، وبعد هذا المجهود الشاق كنا يسرعن لشرب الماء، فكانت رسالتنا لهن: انظرن كيف أنتم في أشد الحاجة للماء وفي غاية العطش. تخيلنا أن هناك أطفالا في مثل أعماركن في بلدان أخرى لا يجدن الماء الذي يشربون أو الطعام الذي يسد جوعهم لأنهم فقدوا والديهم أو إحداهما. فكانت التلميذات في هذه اللحظة يقدرن النعمة التي أنعم الله بها عليهن فيشكرونه ويحمدونه. ومع تكرار عدة أمثلة مشابهة لهن وشعورهن بما يشعر به المحتاج، جاء الوقت المناسب لدعوتهن للمشاركة في مبادرة رفقاء وكفالة يتيمة. فكان هدفنا أن نكفل يتيمة، ولكن المفاجأة هي تفاعل بناتنا الكبير على المساهمة وتبرعهن بالكثير، فحققنا كفالة 12 يتيمة بعد صفوف الروضة ولمدة تجاوزت العام. ومع هذا الإنجاز من بناتنا كان أيضا للمعلمات قرار للمشاركة بكفالة يتيمة ليصل عدد اليتيمات التي تكفلها الروضة إلى 13 يتيمة، فأصبح لكل صف يتيمة باسمه. وكلما التحقت طالبات جديدات بالصف مع كل عام دراسي جديد يمددن من رصيد سنوات الكفالة لهن. ولأن التقارير التي ترسل من قبل جمعية قطر الخيرية تتضمن صور شهادات توضح مستواها في التحصيل الدراسي وعدد أجزاء القرآن الكريم التي أتمت حفظها والفعاليات والأنشطة التي تشارك فيها والرعاية الصحية التي تقدم إليها، كل ذلك كان له عظيم الأثر في نفوسنا على مستوى الطالبات بما حققناه من مساعدة لمحتاجة تبعد عنهن آلاف الأميال. وعلى مستوى الأعضاء هيئة التدريس جعلنا فخورين بهن وبالرحمة التي زرعت في قلوبهن. نحمد الله الذي وفقنا لما يحب ويرضى، ونشكر أولياء الأمور على تفاعلهم وتعاونهم معنا دائما وأبدا، ونشكر مبادرة رفقاء على ما قدمته وستقدمه للأطفال الأيتام حول العالم، ونشكر قطر الخيرية على فكرة إطلاق مثل هذه المبادرات النوعية. وأخيرا وليس آخرا، شكرا قطر تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما يوليه من اهتمام وحرص كبير لنسمو بأخلاق أبنائنا ونعلو بنجاحهم التعليمي. وشكرا. كل الشكر وتقدير للأستاذة مشرفة النشاط الاجتماعي السيدة نرمين المصري. والآن نقدم لكم أصغر كافلات في قطر الخيرية طالبات أكاديمية الأرقم، وأيضا تدشين هاشتاج حملة رفقاء ويستمر العطاء. راح يوجهون لكم كلمة إن شاء الله. حدثتني معلمتي عن فضل كفالة اليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر يتيم في الجنة. هذا معناه سوف يكون جانب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. حدثت لمعلمتي على قيمة الرحمة. نحن مسلمات رحيمات نساعد أخوات الأرض في بلاد بعيدة، ليس لديهم أب، ليس لديهم أم، لا يجدون الطعام، لا يذهبون المدرسة، ليس لديهم مال. ولأنني مسلمة متعاونة وأحب فعل الخير، ففكرت أن أتبرع للأطفال الأيتام، وعرفت أن جمعية قطر الخيرية ممكن أن تساعد في توصيل الأموال لهم. أنا وصديقاتي نقوم بجمع المال لمساعدة الأيتام في شراء الطعام والذهاب إلى المدرسة. وأنا أيضا أريد مساعدتهم لكي يحفظوا القرآن. كل الشكر وتقدير للأستاذ فيصل الفهيده المدير التنفيذي للعمليات، وأيضا كل الشكر للوسائل الإعلامية والأخوة الصحفيين على حضوركم لهذا التدشين، ونلتقي إن شاء الله في مؤتمرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.